انت بتتهم حد معين يا حاج فواز؟ استغفر الله العظيم، ده اللي ما اقدرش اعمله. لا اقدر اظلم ولا اتهم حد. لا لا، انا ابن سوق يا باشا وفاهم. السوق ياما بيلم الطيب على الرضي، واكيد زي ما في ناس بتحبني في غيرهم بيكرهوني، مع اني والله العظيم ماشي بما يرضي الله. عموما يا حاج انا عايزك تطمن على الاخر. احنا باذن الله في اقل من 48 ساعه هنكون وصلنا للي عملها. وبالنسبه لشويه العيال الصيع دول بتوع المنطقه، احنا لمينا معظمهم والباقي ان شاء الله جاري البحث عنهم. انا عايزك تطمن، مش هنسيبهم. قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل يا باشا. حاضر حاضر حاضر، كسرت الباب حرام عليكم. بقول حاضر بقول حاضر. يا لهوي يا لك يا راجل، انت كنت فين كل ده؟ ها، ومين اللي عامل فيك كده؟ يا عين امك، انت مضيش تشخص يا حبيبي. يا ولية حرام عليك، شوية تمييز، ما انا قدامك معجونة اهو. طب ما تطلع يا راجل، خلينا اطمن بدل ما نعالي عمال يودي ويجي. انا ولا قادر انطع ولا قادر اتكلم، انا بتكلم بنيه في بقي مش قادر اتكلم. يا حبيبي ده انت شكلك مش قادر تصمت طول خالص. طب تعالى تعالى. طب الراحه بالراحه اهي الحته دي ما تعالى. يا لهوي ان الطريق كسرت. يا لهوي ما هي سليمة الحمد لله. يا بختها سليمة. جرى يا سعاد، يعني انت مفيش في عيلتكوا راجل تخاف عليه اللي بتعمليه فيا ده؟ فهمني بقى كده ايه اللي حصل؟ بدل ما اخلص على الباقي منك وانت عارف. مجنونة انا مجنونة. يلا بقى يا حبيبي قول لي كنت فين بقى طول الليل. هقول لك يا سعاد حاضر. دي كانت ليلة يا لهوي يا خرابي يا نهاري. انت يا راجل كلها مطافي وحرايق ومستشفيات وبوليس وكلاب بوليس. كانت ليلة سودة ما شفتش زيها من ليلة دخلتنا. ليلة دخلتنا؟ وحياتك لخليها الذكرى الثانوية. تعال يا باي. ايه بضاعة غالية، فلوس متلتلة. الحمد لله يا حاج، الحمد لله. ألف سلام عليك يا جدو. يسلمك يا حبيبي من كل راضي ومن عين كل اللي بيكرهوك وعاوزين يحسدوك. قادر ربنا ينجيك من شره ويقتل سمه وينجيك من نارهم كده زي سيدنا إبراهيم، ما هي كانت بردا وسلاما عليه. المية دي يا حاج فيها شوية ملح هيسحب من جدتك كل التعب وينسيك هم الدنيا واللي فيها. كله فدا تراب رجليك يا حاج. الجهاز بقى بتاعي ده بسم الله على مقامك يعمل الحشيش الجامد جدا جدا ده. ايه شلونت يا حاج؟ انا مجرباه صدقني هيفك لك عضلة عضلة في جسمك. يا اختي بالراحة شوية على الحاج، هو ناقص؟ يا نهار ما تحسبي، خلعتي كتفي. ده من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. رقيتك يا فواز يا ابن فوزية، رقيتك من كل عين راضية ونفس غلوية. المدفع ضرب. يلا يا جماعة بسم الله، الأكل جاي. عاملة لكم دقية بامية تستاهل بقكم، وعاملة لك اللحمة بالبصل اللي انت بتحبها. يلا علشان الأكل ما يبردش. يلا يا منعم تعالى وراي. فواز يا ابني، انا عارف ان السبب، بس يا ابني ايه حاجة ده؟ ايه اللي بتقول ده حاجة؟ لا اله الا الله. مش اكون انا عشان اقعد احاسبك ولا اتكلم معاك حاجة زي كده. ده مالك وفلوسك وفلوس الدنيا كلها ما تسواش تطلع في وشك. لا حول ولا قوة الا بالله. قوم يابا قوم ناكل معاهم، ده اللمة دي والله تسوى الدنيا واللي فيها. ربنا يا ابني يديك على قد ما قلبي راضي عنك. ربنا يخليك. يا بابا استغفرك يا رب، يا رب اغفر لنا وارحمنا، يا رب اغفر لنا وارحمنا، يا رب اغفر لنا وارحمنا. استغفرك يا رب واتوب اليك، استغفرك يا رب واتوب اليك. نعم يا حبيبي، انا جاي اقول لك ان من الاخر كده فكرت وشغلت دماغي وحسبتها، جبتها يمين ونطرتها شمال.
لحد ما عرفت بمخي ده مين اللي عمل العملة السودة دي. مين بقى يا فلحة؟ اخوات انهار. هم اخوات انهار ما فيش غيرهم. ايوه دي عيال سودة ونبها ازرق، وكل اللي يهمهم في الدنيا دي يأذوا الحاج فواز او النعمة الشريفة، وانا عارفاهم. ولعلمك انا متأكدة ان انهار راحت هناك مخصوص لما عرفت القصة دي، ومش بعيد تكون شريكة معاه. والله تصدق بقى فكرة، هي ممكن تبقى شريكة معهم يا حاج، لان لعلمك بقى النفس وحشة وحشة وأمرة بالسوء احيانا. لو هتفتكر يا حاج ان انا جاي اقلبك عليها لا سمح الله ولا خونها ولا حاجه، لا اله الا الله، دي حبيبتي. بس انا كل الموضوع اني عايزه انورك، انور لك طريقك يا حاج، عايزه اشاور لك على اللي بيحب ويتمنى لك الرضا ترضى يا عيوني. سميحه، عيون سميحه من جوه، امرني يا قلبي. قدامك حل من ثلاثه، يا ولع فيك بجاز زي المخازن، يا ارمي عليك يمين الطلاق واخلص منك ومن سوسك اللي عمال ينخور بيني وبين بنت عمي واخواتها، يا تقوم تلمي هدومك وهلاهيلك دلوقتي وتطلعي تكبسي على بيت ابوكي. يا حاج انا كمان اتقالي، وبكده ابقى انا خلصت ذمتي قدام ربنا. يا لهوي، انتوا ليكوا يرضى في اللي حصل لجوزي ده؟ حصل؟ وايه اللي حصل؟ انا اهو ماله جوزك، حصل له ايه؟ والنبي اسكت انت شويه يا عمر، ولا ما تستعبطش عليا. حرق المخزن وكسر المحل انت ليك يد فيه؟ مخزن ايه ومحل مين؟ احنا لا سرقنا ولا حرقنا. جرايه نهار، انت جايه ترمي بلاويكي علينا ولا ايه؟ الله، جرالك ايه يا نهار؟ انت عايزه تودي اخواتك في داهيه ولا ايه؟ وبعدين اشمعنى احنا؟ ما جوزك له عدويني يعني؟ بأمرت الخبر الحلو اللي كنت غايبه لاخوك، ولما شفت وشي عطمت الكلام، ولا تكونش فاكر ان دخلت عليا اللعبه بتاعت الوظيفه والعلاوه، ولا طلختك عجنك وخبزاك وجابك من اولك لاخرك. انا ما بتلم يا بنت، انا جرالك ايه؟ يا ابو اخواتي عصابه. لا 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 لا، عمر اخواتك ما كانوا عصابه علشان يحرقوا ويكسروا، وبعدين اخت احنا اصحاب حق وحقنا هناخده بالقانون. ماشي، بس قسما بالله العظيم لو اكتشفت ان ليكوا يد في اللعبه الوسخه دي لحكون انا للبلاغ البوليس ومسلمكم بايديا الحكومه. تعالى تعالى يا مسعود، تعالى يا مسعود يا صياد، شوفوا ولادك هما بياكلوا في بعضيهم. اهدي بس ياما، بقول لك ايه يا نهار، انت مش غريبه، اعرف خيرك الكبير. انت هتوجعي دماغنا معاكي ليه؟ قلنا لك ما عملناش حاجه. يا رب بتمنى يا اخويا من قلبي، والله بدعي ربنا يخيب ظني فيك واطلع انا اللي ظالمه وبنت كلب فشختني. اهي اهي بنتي من الهداوه مش كافي. اللي قالته اختكوا ده صح؟ انت يا واد منك له قبل ما اموت فيه؟ يا حسنات، انت هتعوم على عمها ولا ايه؟ احنا لينا حق عندهم، بس ناخده بالاصول بالذوق مش بالبلطجه. وبعدين لازم تبقوا فاهمين كويس قوي ان اختكوا انهار عايشه في وسطيهم يا رجاله. اديكي قلتيها يا امه. يا امه يا امه بنقول لك ما عملناش حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل. الست 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 لما 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 الست لما 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 الست لما الست يا عيني لما الست خويا لما الست الست لما الست يا عيني لما الست لما يا عمي لما كتر التسخين يرخي العضل، وانا مش ناقص، وانا خلاص نفسي اتقطع من كتر الرأس. وبعدين الرأس ده قديم قوي. قديم قوي ليه؟ هو انت نافع معاك قديم ولا جديد؟ بلانيلة. لا 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 لا، الاحباط مش كويس للي في سني. والكبت خطر على اللي في سني. ما تقطعيش وادعي لجوز بنتي، الليلة دي هتشتغل
وحنسخن واللعب هيبقى تمام التمام. ايه ده؟ مين السخيف ابن السخيفه اللي جاي لنا دلوقتي؟ روح افتح وانت تعرف. ثانيه واحده وراجع لك. اوعي تمشي، استرها مع الغلابه يا رب. الست لما والست لما لما لما. طيب طيب يا ساتر. ايه يا بابا؟ بقالي ساعة واقفة على الباب، أنت إيه؟ نايم على وجالك ولا إيه؟ إيه ده؟ أنت إيه اللي جابك دلوقتي؟ وإيه الشنطة دي؟ والنبي أنت عليك أسئلة، يعني واحدة جاية في نصاص الليالي ومعاها شنطة هدومها، تفتكر إيه؟ مسافرة؟ طالعة رحلة؟ أكيد مطرود، قصدي غضبانة. نعم، غضبانة؟ مين يا شوشو؟ شوشو قول كده يا خال، ده انت كنت متدفي بقى. وايه اللي غضبك بقى ان شاء الله؟ كلمة حق قلتها، كلمة حق. قام قال لي يلا اتفضلي روحي اتبسي على نفس ابوكي. ما هي الليلة باينة من اولها. ابن الحرام اديهالي باليمين واخدها بالشمال. هي ايه دي؟ مالكيش دعوة انت. اخذ عليك يابا، متشكرين قوي متشكرين قوي. يا عيني عليك يا سميحة، مالكيش بخت حتى في اقرب الناس ليكي. انا لو امي كانت عايشة كان زماني دلوقتي اترميت في حضنها وعيطت. عايزة اعيط يا ناس، نفسي اعيط مش عارفة اعيط. ما انت قاعدة تزني بقالك ساعة اهو. اجيب لك حاجة ساقعة يا سميحة. متشكرين يا عمتي، خشي يا اختي لا تستهوي، خشي، ده ابويا، عايزة افك معاه بكلمتين، الراجل ده ابويا. من عينيا يا حبيبتي، لو عايزة الفهولك كمان ما يغلاش عليكي. شش عيب كده، خش جوه. لا شديد شديد يا عمنا، ما انت قعدت هو بس وتهيس وما انتش دريان بالدنيا اللي خربانه بره. دنيا ايه اللي خربانه؟ فواز حرقوا له المخزن وكسروا له المحلات. هما مين دول؟ ما هي دي المصيبه يا حاج، اتسحبت من لساني وقلت انوره واشاور له على اللي بيكرهوه. ما خلصتش يا حاج، رماني رميه الكلبه. بقول لك ايه، انت لازم تاخد لي حقي وترجع لي كرامتي اللي اتهانت، والا ورحمه امي لا ولع في نفسي واريحك مني. يا ريت. بتقول ايه؟ عيطي يا روح امك عيطي. غبتك السود يا سميحة، يا حظك الفحري. شوشو يلا بقى يا شوشو. ما تتهدي يا بنت شوية، الراجل مش قدك. شوشو شوشو يا ابو سميحة. اللي عملوها دول ناس اغبياء، ناس مش فاهمة اي حاجة، بس الحمد لله الحمد لله يا ربنا سترها. ايوة بس احنا برضو لازم نعرف مين اللي عملها يا حاج. والله كلام الست سامح منطقي، لازم نفكر فيك نوصلنا لأي حاجة يا حاج. لو فكرت شوية يا شحاتة هتلاقي إن كلام سميحة ده كلام فارغ، كلام أهبل، نار بتحاول سميحة إن هي تشعللها بيني وبين أنهار، شغل ضراير يعني. بس ده ما يمنعش يعني إنه احتمال وارد برضه يا حاج. احتمال إيه؟ ولاد عمي هيستفيدوا إيه ما يحرقوا لي بضاعة في المخازن؟ فش غل، أهي خسارة والسلام. يا ابني الناس دي هتعرف منين اصلا ان انا عندي بضاعه في المخازن وبضاعه مهمه؟ الله، المعلومه دي محدش يعرفها غيرنا احنا وابويا. ايوه بس لما مؤاخذه في الكلمه يا حاج، انت مش قلت ان الست انهار عارفه؟ انهار؟ انهار مستحيل يكون ليها يد في حاجه زي كده. مش شرط يا حاج يكون ليها يد، ممكن تكون وقعت بالكلام قصاد اخواتها صدفه يعني. يعني اتكلمت كده يعني بحسن نيه وهم لقطوها. خلاص بقى يا مرسي خلصنا، مش عايز افتح السيره دي تاني. في نيابه بتحقق ومباحث بتدور، ولما يوصلوا للي عملها يبقى يحلها ربنا. وبعدين احنا نتبطر على النعمه ولا ايه يا اخوانا؟ احنا نحمد ربنا. الحمد لله يا حاج، احنا عشان شغلنا بما يرضي الله البضاعه اتلحقت. الحمد لله، واللي راح منها سهل انه يتعوض. سهل ولا ايه؟ سهل طبعا، يتعوض. الله يعوض ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. خلاص روحوا انتوا يلا وضبوا مع اللي بيوضبوا في المخازن. حاضر، بعد اذنك يا حاج. كلمني من هناك يا شحاته. حاضر يا حاج. ستي ستي كنت فين كل ده؟ ايه اللي كنت فين كل ده؟ كنت عند امي، ما انت عارفه ايه اللي حصل. مش الست سميحه خدت هدوم وحطتها في الشنطه وراحت على بيت اهلها وقالت يا فكيك فكيك؟ انت يا وليه شارب حاجه؟ لا والنعم، هو ده اللي حصل، نزلت معيطه شويه وبعد كده خدت شنطتها وراحت على بيت اهلها. طب والحاجه كان فين؟ الحاج بعد كده بشويه نزل وهو خد في وشه وخرج. سابتهم. يبقى راجعة. لا المرة دي عكت الدنيا على الآخر. عكت الدنيا ازاي يا وليه؟
ما تنطقي يا وليه، انا حاطط حيل عليكي. ما تقولي في ايه؟ ما انا سمعت طراطيش كلام وانت عارفه سامع على قدي. بنت زينب انطقي وقولي ايه اللي حصل. حرام يا ستي، احنا في رمضان. حرام رمضان ماشي. كانت بتوزي الحاج على اخواتك وبتقول هم اللي حرقوا المخزن، والحاج ما سكت لهاش. انهار، عرفتي يا اختي اللي حصل؟ هو انا هخبي حاجه على ستي؟ انا قلت لها كل حاجه. طب وبعدين يا انهار هنعمل ايه؟ ايه اللي احنا هنعمل ايه؟ احنا مالنا يا اختي؟ كل واحد اضرب حاله. بحاله ازاي يا اختي؟ احنا لازم نكلم الحاج عشان يرجعها. نكلمه عشان يرجعها ويطردنا احنا الجوز بره. لا يا اختي لا، دي صعبانه عليا قوي. ما تصعبش عليكي يا اختي، وبعدين ما تخافيش، دي عامله زي قرش براني، ترميه بره تلاقيه بيرد في وشك تاني. حرام عليكي يا انهار، دي كانت بتعيط يا اختي وهي ماشيه وكانها زعلانه قوي، اكنها يا اختي مطروده. يا اختي صعبانه عليكي قوي، ما تروحي تقعدي جنبها. ولا اقول لك على حاجه احسن، لما يجي الحد انزلي حبي على ايده عشان يرجعها، بس لما يقلب عليكي تاني ما ترجعيش تعيطي لي وتقولي اصل هو هيطلقني. اوعي من وشك هذاك القرف انت كمان، قرفتوني بيت مجنون كلكم. ايه يا ستي مالها؟ قرشة ملحتك كده ليه؟ قرشة ملحتي؟ امشي من وشي يا زينب، امشي من وشي. ده انتوا عيلة تشيل، انا الحق عليا خايفة عليكوا. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يهديكوا يا رب. انا دايما يا اختي الحيطة المايلة اللي فيكوا. ليه كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. مش عارف ليه حسيت برضه انه مش هياخد نفس غير وسطيكوا. بعيني بطقكوش. خد لك نفس من هنا وانت تنسى اسمك وعنوانك. يا ابني اتقي الله بقى. عليا، انا عايزك تروق صدرك من الهم. خلاص بقى يا عم، سيبه براحته يا فريد. الراحه دي بقى الواحد بيفضل يدور عليها طول عمره وبرضه ما بيلاقيهاش. ده ايه الغم ده؟ انتوا عجزتوا يا ابني ولا ايه؟ ما تفوق يالا انت. هو ما تفتكرش يا فواز ان هم مبسوطين بالغم اللي هم فيه ده ولا راضيين عنه؟ احنا بس لقينا نفسنا فيه. اهلا، واضح ان انا فعلا عرفت الاقي الناس اللي خرجوني من اللي انا فيه. جات كل هم سلام. استنى استنى يا حاج، استنى انا جاي معاك. استنى انت اللي جاي معايا. اقعد اقعد اقعد، اوزن نفسك الاول، انت قادر تقوم يا ابني؟ انا راجل مش نكدي، احب ابسط نفسي، احب ارمي ورا ظهري وازيح من على قلبي. ياه، متجوز كل دور ولسه عندك مزاج؟ قول اعوذ برب الفلق. بسم الله والله اكبر. انا بقى شربت الحجرين دول ونسيت طعم المزاج مع اني متجوز واحده. وانت بتعمل ايه بقى معاهم يا حاج؟ اهو ده اللي نفسي اتعلمه من زمان منك يا حاج. يا ابني ما هو انتوا لو بتفهموا، لو بتفهموا كنتوا عرفتوا ان الستات. يا ابني اتقي الله، استغفر الله العظيم يا رب. كنتوا عرفتوا ان الستات دي مفتاح كل حاجه في الدنيا. ازاي ازاي ازاي؟ كل ست فيها بير، بير من نعم ربنا، وكل اللي عليك انك تتعب وتحفر لحد ما توصل للبير ده. ويوم اما توصل، ايوه يوم اما توصل، طمني عليك. حلو. يوم اما توصل تغرف، اغرف من نعم ربنا، انما من غير ما تحف تلاقيها بقت عامله زي الموجه كده، عماله تروح وتيجي وانت الشط بتاعها. وكل ده في مقابل ايه؟ انك تحسسها بالامان. تحسسها بالامان بس. الله عليك. ويوم اما تطمن الدنيا كلها مش هتساوي عندها حضنك. يا عيني. الله عليك. حكم. ايه العظمه إيه الجمال ده؟ ده حكم. ايوه، امال انا مش عايز اوري له مراتي ليه؟ وعرفتوا مين اللي عملها يابا؟ والله يا بنتي ما حد عارف حاجه، والله ما حد عارف حاجه. هي ناس بتأذي وخلاص. الهي ربنا يحرق قلبهم زي ما حرقوا دم اخويا يا رب. والخسائر كتير يا حاج. والله يا علي يا ابني في الاول كان شكلها يخوف. طبعا النار ماسكه في الكراتين، الدخان معبى الدنيا، لكن لما الحكايه هديت بقى وعملنا جرد لقيناها الحمد لله ملمومه. واضح ان اللي عملوها
ما لحقوش. طبعا عشان فلوسه حلال تعبان وشقيان فيها. الحمد لله يا بنتي. مش يمكن يا حاج حد من المنافسين بتوعه؟ يمكن يمكن يا علي. عموما الحكومه بتحقق. بقول لك ايه يا علي، انا لازم اروح اشوف اخويا، لازم اطمن عليه برضه. وده عايزه كلام يا حياه. طبعا تروحي له في اي وقت. انا بس اللي حاسس في نفسي ان انا السبب في اللي حصل ده. استغفر الله العظيم يا رب، ده قضاء وقدر يا حاج. ايوه بس يا ابني انا المسؤول عن المخازن، وانا اللي طمنته انها متامنه. ايه بس اللي بتقوله ده يابا؟ اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. بس يا بنتي اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. صحيح اخوك يهونها عليا، بس برضه هفضل حاسس بالذنب لغايه ما اعوضها. بقول لك ايه يا حياه، انت جايبه شاي يعني ورديحي؟ فين الكنافه اللي انت عاملاها ولا بخلانه بيها على ابوكي؟ لا لا كنافه ايه، كفايه قوي الشاي علي. شاي ده ايه يا حاج؟ ده انا كنت هجيبها لك لحد البيت. ثانيه واحده. بقول لك يا حاج، قبل ما حياتي تيجي في ايه علي؟ العيال ولاد اخوك شعبان وتسوي بيقعدوا على نفس القهوه اللي انا بقعد عليها وبيرغوا كتير قوي، وانت عارفني انا ماليش فيهم ولا لي علاقه بيهم خالص. عاوز تقول ايه يا علي؟ عاوز اقول لك يا حاج بقى ان الواد بتاع القهوه عارف ان هم قرايبي، ولقط منهم كلمتين كده عن فواز فيهم فلوس وحق وحاجات بالشكل ده. الظاهر هم اللي عاملينها عنك. ولاد اخويا؟ طبعا، يبقى هم اللي عملوها. هم طول عمرهم كده بيكرهونا وعينيهم على اللي في ايدينا. انت كنت بتتصنطي علينا ولا ايه يا حياه؟ وانت تخبي عليا ليه حاجه زي دي يا علي؟ هو فواز ده مش اخويا؟ انا مش عاوزه اشيل النفوس من بعضها. هي شايله لوحدها مش محتاجه حد يعبيها. انت بتقولي ايه يا بنتي؟ الله، ولاد عمك لا يمكن، يستحيل يفكروا في حاجه زي دي. جرى ايه يابا؟ ما هي باينه زي الشمس، مين يعني ليه مصلحه غيرهم؟ ولو برضه ما يعملوهاش. ولو سمعتكم بتفتحوا الحكايه دي تاني انا بقى مش هرتب لكم بيت. رايح فين بس يا حاج دلوقتي؟ انت كده يابا، كل ما نجيب سيرتهم تعمل كده. عشان انا لو عشت النهارده مش ضامن بكره، ولو سمحت بده دلوقتي ربنا هيحاسبني على اللي هيحصل بعد كده. فهمت يا بنتي؟ وانا مش قد سؤال زي ده لما اقابل وجه رب كريم. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ انت عايز تفهمني انك مبسوط بكل الجوازات دي؟ الحمد لله، رضا من عند ربنا. يا عم انت كده بتستهلك نفسك، بتفتري على روحك. اه والله. ستات دي نعمه نعمه صفت جوهره الخالق عز وجل، وانا طول عمري بحب نعم ربنا كلها، وبدل الجوهره عندي اربعه. كان نفسي طبعا، بيني وبينك يعني، كان نفسي يبقوا تسعه. انما شرح ربنا بيقول لا، مستحيل. انت فواز كده مبهدل نفسك، انت حتى ما بتديش نفسك فرصه تعرف الست اللي انت جوزتها. عارف يا فواز، اجمل حاجه في الست انها تقسمك كل حاجه، تبقى نصك التاني، نصك الحلو زي ما بيقولوا. لكن انت ما بتديش لنفسك فرصه، ممزع نفسك 100 حته، حارم نفسك يا اخي من مخلوق ربنا خلاه سكن راحه. كل ست فيها الحلو بتاعها، يعني مثلا الحلوه قوي ممكن يبقى دمها تقيل او مش ظريفه يعني، والظريفه ممكن تبقى زنانه، والزنانه ممكن تبقى بخيله، يعني كل واحده فيها احلى حاجه فيها. عارف يا فواز، انت لو اديت نفسك فرصه هتلاقي كل الحاجات اللي انت عايزها دي في ست واحده بس. ابقى كداب لو قلت لك اني ما تمنيتش الاقي كل الحاجات دي في ست واحده. بس ازاي بقى؟ والكمال لله وحده. عارف يا فواز، انا عشت كل حاجه مع مراتي اللي اتجوزتها وبحبها، ومهما شفت اي جمال في حد غيرها برجع ادور عليه فيها. صحيح انا ممكن اتعب شويه لحد ما الاقيه، بس في الاخر بلاقيه. يا حلاوه، ما تكدبش على نفسك يا صفت، ما تكدبش على نفسك، اكيد عينك بصت كده ولا كده وعدت عليك ايام عينك رايحه يمين وشمال وتدور وبصه كده وبصه كده، واكيد عينك زاغت. انت يا عم لسه قايل الكمال لله وحده، وانا برضو بني ادم. والبني ادم ايه؟ ضعيف. البني ادم ضعيف يا صفوت،
والشيطان شاطر، شاطر قوي. انا بقى طلعت اشطر من الشيطان. بالجواز قفلت عليه كل السكك الحرام ولو حتى بنظره وبما يرضي الله. لا لا يا شريف، مش وش علي، مش كده يا راجل بحنية. لا لا مش كده، تجيب ميتين عندنا. اهدي نفسك بقى يا راجل، بعدين معايا انت ما بتتهدش. وحياة امك لا خليها لينا صدفة دماغك. عشان ما نتفضحش قدام الناس. جرى ايه يا سميح؟ مالك يا اختي واكله في نفسك ليه؟ هو حد داسلك على طرف؟ هو جو سيما الصيف اللي جوه ده مش هيخلص ولا ايه؟ جرى يا حاج ايه؟ ما تزقيش الباب كده لا ياخد لطشه هوا، اصل الاوضه مولعه على الاخر وهو سخن قوي. ده انا اللي هولع فيكي لو ما تلميتيش يا نعمه. جرى يا بت، مش عارفه تمسكي نفسك الكام يوم اللي انا قاعداهم عندك ولا ايه؟ ده احنا حتى في رمضان والمسحراتي بيلف. لسه بدري قوي يا حبيبتي على الفجر، ثم ده حلالي بلالي، نصيبي اللي ربنا كاتبهولي. اقول له انا بقى لا؟ الهي حل وسطك يا بعيده. بقول لك ايه يا سميح، لو الست تعبك يا حبيبتي حطي على ودنك مخده، ولو اتحريتي خشي خدي دش ساقع عشان تهدي، ربنا ما يكتبوا علينا. مستعون الستات يا اخويا دول مجانين، مستعون الستات يا اخويا دول مجانين، مستعطر بالستات يا اخويا دول مجانين، الستات يا اخويا دول مجانين، ما هي عليك يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه يا حاج. امال فين الناس؟ الست انهار اتعصبت على الست هدى، وكل واحده راحت اوضتها، والست سامحه انت عارف. طب يلا روحي كملي نوم عشان تقومي تصلي معانا الفجر كده، ربنا يتوب عليكي. حضر لك السحور. لا ماليش نفس، روحي انت يلا. امرك يا حاج. الامر لله. نروح عند مين بقى الليله دي؟ نروح عند مين؟ عادي بادي كرنب زبادي شالوا حطوا كله عادي. يا حاج يا حاج اصحى يا حاج اصحى يا حاج يلا. الساعة كام يا هدى؟ الساعة 10:30 ان شاء الله. يا هدى بتصحيني دلوقتي ليه؟ انا قايل لك على صلاة الظهر، مش كفايه منيماني بعد الفجر؟ يقطعني يا حاجه غصب عني والله، بس في ناس مستنيينك تحت. ناس؟ ناس مين؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيك. لا مؤاخذة يا حاج، صحيناك بدري، أصل سميحة ما نامتش طول الليل عشان مزعلاك، ولما هي حكيت لي أنبتها وحلفتها 100 يمين ما تعمل كده تاني. ما هو أنت لو كنت علمتها يعني إيه عيلة؟ وات. ويعني إيه دم وصلة رحم؟ ما كانتش هلفطت بالكلام اللي قالته ده. حقك عليا. أبوس إيدك المرة دي، خدها على ضمانتي. هي الليلة اتضربت ولا ايه؟ شش، انت هتسيح ولا ايه؟ شكلها كده اتضربت، انا اصلا بعتها لك عشان كده. ايوه يا سيدي، ما هي قامت بالواجب، اعتقني بقى لوجه الله. ونعم بالله، لا اله الا الله، عشان خاطرك انت المرة دي. بقول لك ايه؟ ما تكمل جميلك عليا
وتجيب واحدة تانية. واحدة تانية؟ انت عايزني اتجوز واحدة تانية على بنتك ولا ايه؟ يا نهار اسود ورنايل ب60 نيلة؟ كرايه يا بابي، هي انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجة، اسكتي. ايه الفضايح اللي انت بتعملها دي؟ امال ايه واحدة تانية دي؟ واحدة فوسفور من اللي بتنور. هي ايه اللي بتنور بقى؟ بقول لك ايه؟ ما تطلعي لعيالك، انت واقفة مع الرجالة ليه؟ اطلع يا حاج. اطلعي. يلا. اطلعي يا مهدبة. اطلعي يا اخلاق. اطلعي يا متربية. يلا. لا حول ولا قوة الا بالله. فواز يا ابني، أنا شطبت. البت عملت كل حاجة، وأنا مفيش. ولما ها بدأت مراتك طبت علينا زي القضا المستعجل، كل شيء راح. كله؟ كله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خالص؟ خالص. يبقى أنت مالكش غير حل واحد. الحقني بيها، أنا في عرضك. عيني الكتكوت. تاخد حباية؟ لا مش ده. أيوه. تاخد حباية ترفع وتدعيلي. امال التاني ده ايه؟ وانت مالك انت ومال التاني؟ ما تخليك في اللي معاك. الهي ما يوقعك في دقيقة ولا يقصر رقبتك ابدا يا قادر يا كريم. بقول لك ايه؟ معكش حاجة للشعر يا عم؟ معيش خلاص بقى، انت داخل يا جوز الخيانة. لا اله الا الله، حكاية يا عم شاهين انت. وانا موافق. يبقى اتفقنا الخميس الجاي تالت يوم العيد بتكون انت جهزت نفسك واحنا رتبنا حالنا للسفر. والله من زمان انا نفسي اروح بيروت. حلوه سويسرا الشرق، وبعدين مايا حتخليك تلفها من شمالها لجنوبها، وهونيك حعرفك على ناس لو لضمت معهم حتبقى فرصه العمر، وانت وشطارتك بقى. مقضيه بعون الله. خلي بالك هيدا شغل كبير كتير، ومنه للعالميه دغري، وحيبقى اسمك المصمم العالمي للأزياء الشرقية فواز الصياد. كلام موزون، بس ما تقطعش انت وقول ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيب قلبي، انا عم وضح لك عشان تعرف شو عم بعمل لك. بالله كنت افتكرتني رحت على بيروت عشان اتفسح واتمشوار. انا عارف انت بتضيعش وقت ابدا. على فكرة بدي اشكرك كتير كتير على السيارة الهدية. كله سلف ودين حبيبي. شو رأيك نقرأ الفاتحة؟ لا دي نقراها بكرة إن شاء الله على الفطار مع أبويا ووسط أهلي وناسي، إنما دلوقتي بقى تتطيب. دين إيدك. بسم الله يا بسم الله. الله الله الله. أمال ده عود كمبودي بجيبه من الهند مخصوص. شبشبي عارفه هنزلوا عليكي نصايح المسائل. يخرب بيت ابوك الولية كمان. يا لهوي يا اختي صبح، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. في ايه يا اخوات؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا يا رمة تجيبي سيره اخواتي على لسانك؟ عايزه تقلبي الراجل عليهم؟ عايزه تولعيلي في البيت وتكوشي على كله؟ اختي عليكي يا انهار، انا برضه اخش ذلك يا اختي؟ لا يا اختي ما تعمليش كده. ايه يا انهار؟ ليه كده يا اختي؟ يا اختي وقعي من وشي انت كمان. ايه ولا يا كمان اترسمي يخرب. وحياة امك لا اكون مبلغه عنك العسكري عشان يجي ياخد ياخدك على السجن ويحط في ايديك الكلاموش كده. العسكري ده علشانك يا رنه، يا خربت البيوت العمرانه. يا لهوي يا ناس مش كده مش كده، الحاج لو جه والمصحف لا يرمي علينا اليمين. يا اختي يا رب يعملها، يا رب يا اختي عشان تتبطل متشعلله دي على طول. يا اختي اسم الله يا حنينه، اسم الله عليكي. ده انت لو تطول يا اختي تولعي فينا كده نوبه واحده كلنا كنت عملتيها يا نهار عافاكي كويس. انا يا حقنه، انا يا بوتاجاز مشعل اللي هيولع في البيت وياكله زي العته. يا جزمه يا رمه، انا عته؟ انا عته يا اختي اللي ما تسويش في سوق الحريم ريحه الجته. يا لهوي يا اخوانا حرام عليكم هتودونا في داهيه. ايوه يا اختي فحصني يبان اصلي يا واطي يا رمه. معلش يا نهار معلش يا اختي مسامح كريم انت العقله. لا انا بقى مش عقله ومجنونه وهطلع جنني على جتتها. جني لما يلخبطك يا بيئه يا تلقيحه. لا وواطيه واطيه قوي وهتشوفي. يا اختي على بالك عارفه نفسك يا اختي، شفتي طولة لسانك؟
الدار، ده حتى الست سميحة بتحبك قوي. قولي لها يا زينب، شايفة يا اختي معدتك في القلب. شايفة المولية الكذابة المنافقة. يا لهوي يا لهوي الحج يا اختي الحج. اسكت اسكت مش عايزة اسمع ولا كلمة. الو ايوه يا حج. ايوه يا اخويا الحمد لله احنا كويسين. انهار انهار يا اخويا موجوده اهي كويسه وزي الفل وسميحه كمان اهي. ما بيردوش على التليفون يا حج. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي انا تليفوني فوق. معلش يا اخويا اصل احنا كنا لسه ختمين القران حالا وكنا عاملين الموبايل صامت. يا اخويا تيجي بالسلامه تيجي بالسلامه يا حج. مع الف سلام مع الف سلام. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. حرام عليكم يا اخوان حرام عليكم خليتوني اكذب. تحريات المباحث رايحه في اتجاه ناس يخصوك يا حاج، وانا ما حبيتش اخلي الحكايه تاخد الشكل الرسمي الا بعد ما اقول لك واسمعك. ناس يخصوني ازاي؟ ولاد عمك. ولاد عمي؟ للاسف. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب ولا حول ولا قوه الا بالله. ازاي الكلام ده يا باشا؟ هو مفيش دليل قوي ضدهم إلا إنك تتهمهم وتسيب النيابة تحقق وتثبت. نيابة إيه بقى وتحقيق إيه؟ مفيش الكلام ده طبعًا. مش فاهم يعني قصدك إيه؟ ولاد عمي ما يعملوهاش يا باشا. طب وتحريات المباحث؟ أكيد فيها حاجة غلط. بالشكل ده القضية هتقيد ضد مجهول. أحسن ما يروح فيها حد من قرايب ظلم يا باشا. السلام عليكم. بقول لك سامحهم بوداني هما بيتفقوا على الحاج فواز. أنا لما أنهار كانت هنا كنت ممكن أتكلم وأبطحهم. اخرس ما تنطقش بولا كلمة دلوقتي. أنهار في بيت الراجل يعني لو شم خبر إنهم ورا أي مصيبة مش بعيد يعمل فيها حاجة. طب اسكت أبوس إيدك اسكت لغاية ما أتلام على نفسي وأشوف هتنيل أعمل إيه. يا حبيبتي أنا خايف على أنهار هي ما تستاهلش الأذية. يا عم بالراحة. الله اللهم إني صايب. فواز مش اتفضل يا حاج فواز يا تسوقي. ازيك يا مرات عمي؟ خير يا حاج. هو في ايه؟ خير ان شاء الله. عايز تعرفي في ايه؟ تعالي يا شباب انا جاي اعلم